طارق لا برق وينك طارق لا برق طارق لا برق وينك لا طارق لا برق طارق لا برق وين مفارق الليل وما عيوني سارق وينك نشوان خير يا مشري قلت لك ها. عندي لك خطه خبره ما خبرش خطه شنو ايش رايك نسهلك بو سلمين وانت خش على الدكان وسرق لنا حفنه مسكت بطش مسكت بطش ها مرتك يوقفني هبا عليك انت يا ثرب بعت من الحاجه تديرها يا نشوان يعني كبره والله هي هي. نقدر نديرها هيا رش ما قالك دحذية بالله يا كريم رحمه الله تلا جايبه هنا حسن حسن نوض كانك يا باتي نوض ما نشباتك نام راجع يا رج نوض هاي راجع ها كيف صارك عد باتي انتو يا رج ما نشباتك نام راجع يا رج جيني هنا في عشتي رعد درقت في عشتك امشي عشتك ها هاي تريت هلك طرل بخمجات يا رج كلن كيف بعضا يتحوش لي اللي حكينا عليه حوش لوي يا رو واحد تريح في عشت لا عشت غيرة نوض نوض حش حوش لوي نوض حوش لوي نوض نوض مرحبا مرحبا هيا مشري فكنا متتكاي نشرب طاس شاي عند بوسلمين وجيك هيا هيا يا رش هذي بس ما تاخذ الطاسة من عين عينه بالجودة بالجودة بوسلمين ما تقول لي يا بوسلمين الحجاج الغربي ها أو اللي هن زعمك اللي عاتها مندي ولا قوبة اي حجاج أو يا غبي في يا بوسلمين وين غير تعال تعال اهو يا ابو سلمين انت وين اهو الحجاج ها تي هذا لعت الهمندي لعت الهمندي من حسب لا تقوقع لا لعت الهمندي هذا اللي حط فيه الماكينه حط فيه يا فايش الدير يا مويله ها ندور فينا
النقد بطش. شنو؟ لا مسك تبن. تعال تو نعطيها لك مسك تبن. يا حريك لالي اقرب شيء يا ماشري. اشتري يا خذ مسك البطش. انا ما ادفع مقاضي. عدي يا باتي عدي كل عندها لك. مالك اريد العويره اني جايب امهم. ها يا اسماعيل شو الامور؟ شنو؟ المرسله اللي معاي انت عارفها خاربه يا رجل عارفها ما تشتغلش ايش نبي فيها؟ عندي فيها شغلته وتعرفها بعدين. يا رجل قاعده معزوقه خلينا نستفيدوا منها في شي حاجه يا رجل. ماشي يا اسماعيل تم اوكي. راديو جوته يا مبروك. راديو يعني إذاعة مسموعة يا حاج. مسموعة. وبعدين أنت ما قلت ليش من هو صاحب الراديو يا حاج؟ من؟ غادي وأنت تلصق وخلاص. احكي من عندك. صاحب الراديو هذا راجل مليان. كيف مليان؟ يعني بجدوقة. اسكت أنت. انطمر. يا بادي. اسمع. صاحب الراديو هذا. راجل مستثمر جاي من برا. حكي لي على الموضوع. قلت أنا ناخذه ونجيبه للمنطقة هن باش نستفيدوا منه ونوصلوا أصواتنا للمسؤولين. جميل. تفكير في الاتجاه الصحيح. يقولون الإعلام لغة العصر. لا العصر مازال ما أذن. انتظر دائما. وبالك سايط اللي عوارنا قدام العرب. لا ما تخافش يا حاج. نحن أول حاجة نديروها بث تجريبي. بشيث؟ بث تجريبي يعني تست. أنت غير خلي الموضوع شوري بس. راجل مليان وجاي من برا. اسمعي مبروك. بالله الله كريم الرحمن الرحيم. حتى بالي دير فيه هذا ما نبيش بكلنا. ايوه تو علاش يا حاج؟ هك يا سيدي كيلالي الراديو هذا ما نبيش لا نبي نسمعه ولا يولا عندي هن ولا عنده بكان عندي فهم ولا انت ما نبيش بك الراديو هذا. وسع بالك يا برقبه يا راجل وسع بالك سبحان الله. شايب متخلف مش عارف كيف قاعد تخوك. نولعو توا يا مبروكو. يا راجل خطاني. والراديو مالي جايبه يا حواري؟ جايبه ولد برقبة قالوا عطيه له واحد مليان يعالج زقاطه فيه معيت برقبة. اشهد بالله ما ينظف وبكر مليان. تو واش فيه يا راجل؟ واحد مليان ودازلنا راديو. ما من مليان اللي عندنا امغار البركه وين يحطها ربك. بالك تعدي تشقى بدكانك يا ابو سلمين. حاضر. وين على خير يا مبروك؟ نبي نعدي لها مندي. الشايب ماهوش راضي على اذاعه في المنطقه. وكان هذا المنطقه حدها واسع ما فيها غير باتكو. يعني شنو؟ يعني الراديو هذا نريدوه للمنطقة وباتك الساعة يرضى عليهم هلا. يا همندعي الموضوع مش سهل. يبي داعم يبي فلوس يبي عرب تدفع وندفع. الراديو هذا يولع بالعصا بالحبلة كيف ما تبيها. ايش قلت يا مبروك؟ تدفعوا؟ ندفعوا. أركب. رجوعه كم الله يعطيكم قربوع. تعال حق المبروك جايب راديو. جايب شنو؟ راديو. حتى انا عندي راديو. ريت هالطرفه اللي جايبه المبروك. هاي علي هذا يحسب الراديو الادي. احكي لي يا مشري. لا يا الهبل المبروك جايب بصيره هاللي تولع بالضي وهذه تولع في الفردونيات كلهم برواحها. والله يلا فاهمه يا مويله فاهمه. يا بنادم جايب الخيوط اللي تعلق من فوق. ايوه اللي بعدها تحط اللوطه يولع الراديو وفي خيط واحد اخر. احكي لي يا مشري احكي لي. كم يا دعوه كم انتم؟
أيها الشعب العظيم، اليوم نحتفل بتدشين هذا الصرح الإعلامي الكبير. اليوم أصبح لهذه المنطقة صوتاً مسموع نطالب من خلاله بكل حقوقنا المسلوبة. اليوم وداعاً للتهميش الممنهج، وداعاً لحقوقنا الضائعة، ومرحباً بحرية الرأي والرأي الآخر بين ظفرين. وأخيراً، إذا رأيت نيوباً ليث بارزة فلا تحسبن أن الليث يبتسم. بسم الله الكريم. أهم شيء الدعم، إذا كان تريد راديوكم ينجح لازم من الدعم، راهو بلا دعم ما يصير شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويسة والله، هذا اللي ناقص. قلت للراديو ما تولعش هنا، يعدي يا راجل يتبع بالسولف ويكسر كلمتي قدامه. يا راجل يا راجل انت كانك زعلان. يقولون من يمتلك الإعلام يمتلك السلطة. ايش يا راجل، بعد يقعد عندك راديو تقعد تبقرف على راحتك. نشهد الله انفتك شايفنا وفضيحنا ونضل لنا حاجة هالراديو، وصيرك تسبع على تبروحك في جزادين. نلقم لك راديو، لقم عندنا ما نديره. هيا سيدي. هيا وهذا الاستوديواتي. وحطوا كنواتي، حطوا باش ترجع. ما شاء الله تبارك الله، مكان دافي ما يمكن على نقرب هالزماره. يا عليك كرالي، ما اللي يريد يقعد فيه المبروك هذا؟ انتوا ما اللي قاعد فيه خاطركم انتوا؟ نحن نعم انتوا لعند امتى وانتوا ترعوا في السعي وتتبعوا فيه وخلاص. صحيح. المفروض تتعلموا حرفه على حالكم. يعني نحن اللي نطفوا ونولعوا هنا. نعم انتوا المذيعين، انتوا مذيعين راديو مقلب الشعب. عمليه سهله جدا، ارخوا رواحكم. ها؟ ارخوا رواحكم. نرخ رواحنا؟ يعني هيك نرخ رواحنا هيك؟ ها؟ اسمعوا، انتوا رخوا رواحكم ولا نعدي نقلق البث ونجي. بث 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 خلاص اسكتوا انتوا وياه. ريح روحك المقلوب. كانك لا تبربشش. لا شنو؟ لا تبربشش يا مرحبا. الله الكريم الرحمن الرحيم. أعزائي المتصنتين. أنا عمبوه اللي بكي أهل. والآن مع السهرة. أعطيني شرب. أعزائي المش متجوزون، هل تردون أن أقرأ بهذه الزمارة؟ ألو 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 ألو. حول حول، خليني أجرب صوتي. يا وطني الغالي. يا عليك لالي. نجيك الراي ونعود مكان الضاي. يا دوهام نجيك الراي ونعود مكان الضاي. مقلب الشراب راديو راديو مقلب الشراب مقلب الشراب المبروك. مقلب الراي يستغنى عليك انت ومن يرضى يخليك. من يستغنى عليك انت ومن يرضى يخليك. من يستغنى عليك انت ومن يرضى يخليك. مبروك يا المبروك. انعم يا مرحبا 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 مرحبا. مبروك يا المبروك. الله يبارك فيكم يا سيدي. عائلتك عائلة الهمندعي الزينة دي ما جايين فوالها. امسك المبروك. شوف هذين شني؟ هذين حصتنا من الدعم التجريبي. البث التجريبي. البث البث التجريبي. هذا مشواش يا المبروك. مرحبا. رحبك يا ابوي. حتى نحن واتين وهذه حصتنا يا ابوي. تفضل على قش مرتاح الدر حليب. مشواش يا قوبع مشواش، حتى نحن جايين بنشاركوا في البث التجريبي. مشري. نعم. مويلة. نعم. وين جنيه في صبعك قلتلكم؟ تحية غادي. يا جماعة انتوا غير وسعوا بالكم علينا شوي، لان احنا مازلنا في اطار البث التجريبي. راه ايوه هو بث. بث بث. تخطر عليك يا حسان يا راجل؟ شيني؟ المبروك يلم عرب المنطقة كلهم
ويدير لهم راديو وانا وياك ما ديروا جونا هنا. لا 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 لا, لا. عيب عيب. المبروك في هذه طلع عيل. ايوا يلا. وين الراديو؟ والله تعدين عنك ما توب حتى تشرم المبروك. صباح الخير يا وطني, صباح الخير يا نجعي. الله يصبحك بالخير يا وطني. صباح الخير أيها النجع الجميل السمح. صباح الخير. عاش الوطن, عاش الوطن. وطني وطني وميلاد ربيع. تعال في حضني يا وطني, تعال في حضني. هنيئا مريئا يا وطني. سهمك طائم على الفخ يا وطني. إنك سمين وطيب يا وطني. سحيح سحيح يا وطني, راك تغص في الإعرام. سحيح وطني. نشر 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 نشر. الأخبار. طن تم العثور على سن ذهب طايحة بدمها بالكل على سكان أهل منطقة مقلب الشراب. تفقد أفواههم والحضور إلى الإذاعة فورا. خبر هام. طن طن. ابن أخيكم عوض جد عليه مولود دير عشاء وقالكم باش تفضلوا للغدا. بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين, تم العثور على عنز قرنة رايحة على من يتعرف عليها إنه يجي لذيعة مقلب الشرع. طن طن. هاي تفضلوا يا حضرة المذيعين. هذه لك يا مولى, وهذه لك يا مراجع, وهذه لك يا مسلم. هذين كم يا بري؟ هذينهم؟ آه. كل واحد منكم 10 سنين. تشهد لي؟ نعم. وكل ما تزيد الدورة البرامجية كل ما يزيد المنح الإنتاج. مويلة هلا البينة الفرحة أسبوعية. قلت لك المبروك. ما تبيش تدير إذاعة واحدة أخرى كيف هذه؟ نقدر نولعوا مرة أخرى ولا خلاص؟ لا 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 لا. تو ما عادش في برنامج على الهواء تو. نبو مشري هذا يعطينا وصلة من تو لعند الفجر بالزمارة. قلت لك بري نقدر حتى نحن نشتوا ونصفوا كل حاجة نديروها. لا انت ومويلة عادوا تريحوا توكت الليل توكت مشري بس. يعني في اليوم 10 جنيه؟ نعم. معناها في اليومين 20 جنيه؟ نعم. ثلاث ايام 30 جنيه؟ يا راجل عدي عدي تريح. اوكي مشري موفق الحمد لله. موفق يا مشري. عدوا عدوا خلاص. هيا خلاص عدي عدي. هيا مشري. كمش وايت وايت تيري تيري كأنك يا قوبة. كيف في فرح قريب هلا؟ وش فرح؟ هذا راديو المبروك. ارقد ارقد. راديو المبروك بيحطوا ما يطلبه المستمعون, وكان حطوا لنا أرض بتتكلم عربي خير. كيف؟ أرض بتتكلم عربي. تسمع لي خير. عطاك الخير يا بنت. الأرض بتتكلم عربي. الأرض 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 بتتكلم عربي. استغفر الله. انت ما زلت قاعد؟ لا زال الليل طفلا يحبو. الدواء في الطفل اللي نحسه مش يحبو. تغيز لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ريت بالله يا رجل هضم بدل ما يولع قران. والله حاجه كويسه للعرب مولعينها البقرفه والكلام الفارغ. الناس تتراقد الشفاعه يا رسول الله. علي الحلال في جزدين كل هذول اللي يتحشموا ولا عندهم وجوه. رئيس يا برقبة أنا نقول أن الراديو هذا وراه أجندة خارجية. أجندة والله جن نظرة هذا ولو نعدي لهم بروحنا. إي والله نعم
اذهب. بشري انت مشدوب. كان نكسب القبر. هطلع وتقول قلقل في عظم. هطلع. بيعي بيع. هطلع طلوع ان شاء الله طلع انفسك. ها رات. حتى ما عدلتوا راديو. ما تحطوا في حاجة متسلقمة وكويسة وتعجب العرب. عندي مرض. نجيك الراي ونعاود من كلمة الراي. يا لوها منجيك الراي. الله يعطيك السلامة يا برقبة. تقول راح خلينا نعد البهت. عيني يا عينك عين اللهم عيني يا عينك عين. ها عينك عين طرطش ما طق اليومين. اللهم عيني يا عينك عين طرطش ما طق اليومين. هم عيني يا عينك عين طرطش ما طق اليومين. هم عيني يا عينك عين. هيا هيا القديم يا القديم ويا القديم. ما الذي يجري هنا؟ قالوا برقبة حاصل جوه في الراديو. خرف والله بعدك حافظ 9000 شتاوة. راني حزبك الموضوع هذا. هذاك ايش يخشوا عليه ويطلعوه؟ هيا عارف خلينا نخش عليه الساعة يقعد يهفك لعند الفرن. هيا 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 اقساس امل كيسم عنطاري يا رجالة. ابو دور اقساس امل سم 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 عنطاري يا رجالة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بث الراديو يوصل فيك من عند غادي. والناس اللي غادي كلها عاد معجبه بها. ما شاء الله تبارك الله. دعايات؟ لا 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 دعايات من تو نبي نخدم عليها انا. هاي 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 سلام هاي سلم على الشباب. ها قول يا بريك. نعم. ايش دوتنا الدعايات؟ كيف ايش دوت؟ الدعايات هذين اهم حاجه لها من دايره. وبعدين الراديو اللي تحك فيه هذا يسمعوا فيه حتى في اوروبا. عد يا ما لشني التجار الكبار عرفهم. اي نعم. ما يخدموش الا على الدعايات. برايك المول تقدر تجيبه في دعايه؟ المول ايش لا نجيبوه في دعايه. ذاك الموضوع يكلف يا الهمان دايره. يكلف علي قصه. المذيعين كانوا مطولوا هذول. رجوعي جيجي يا رجوعي. هيا الغلا. هيا جوجو. خير يا مبلية. خير مبلية. ارخي روحك. نسيت ارخي روحي صح. خير يا حلوين. خير يا عصافير. هيا يتأخرنا على الراديو. هيا هيا هي قزح. هيا عمو. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. تفضل اسم صاحب الماعز. مش وقت بك. حوحو حوحو احوال حوحو. هاي جايز. هاي طولنا. هيا وين مش نجيب مكياطي ونجيب. هيا تو وين ماشيين وكم لابسين هك انتم؟ هاي صاحب الغنم. تو وين ماشيين؟ ماشيين العمل يا طيب. طيب لهاتك انت وياه. يلا عدوا ساعكم وزويلكم. شنو الكلام هذا؟ زويلكم مقدمك. هيا شباب. مش معقولة يا برقبة. ارخي روحك. جو شباب جو. هيا جو جو. هيا هيا جو جو جو. لا هذا اللي ناقص والله. الله يقطع راياتك يا مبروك. خربت علي الرعوية. خلوك مواتين. المبروك قال لي الدعايه تو تنزل. بعدك هالراديو يهلب في اوروبا. اوروبا وانت جايبك يا قوبعه راح تقول عندي دعايه؟ لا 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 دعايه لا سبع ارباع. عندي لقاء تسمعوه.
لقاء لقاء يا عليكم زباه يا سي الهمندعي. نعم اسمع اسمع دعايتك توتي بتبذره وانت يا سي قوبعة وتي روحك واتي لسنا الوحيدين ولكننا الأرجل الأفضل 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 الأفضل, 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 الأفضل. همندي أي مول يتوفر لدينا خدمة لجميع الزبائن همندي أي مول كما يوجد لدينا بوسلمين ولوكر همندي أي مول مع وجود مستكة بطش وجهاز طوط طوط همندي أي مول أعزائي المتصنتين سلمات نرسلو وانت علي بخطم سلام ياسر وانت علي تجدف بسم الله الكريم الرحمن الرحيم اليوم نحكو على حاجة قديمة هلبة واجد بك نحكو على التنور والتنور معروف عند الناس التنور اللي يديروا بيه في الخبزة نحنا علاش ندوخوا في أرواحنا هذا هو التنور وهذا الحطب بتاع التنور ركزوا ركزوا بس أعزائي المتصنتين الآن كيف نولع التنور الجاز هاي حاجة أعزائنا المستمعين فاصل ونواصل وحدة وحدة وعلمها لكم أهم شيء عندي تلخر واحكا أهم شيء شنو؟ تلخر واحكا وتينو أعزائي المستمعون في كل مكان من راديو مقلب الشراب حين تندمج أشعة الشمس وتكون السماء صافية وزقزقة العصافير على الأشجار حين نرحل إلى الشواطئ ويغمرنا رذاذ الملح حين تكون الشرفات مزدهرة بالياسمين فيا شراشف أمي نلتقي اليوم بشخصية لها تاريخ طويل مليء بالجهاد والكفاح نلتقي مع الحاج قوبعة حفيظ المجاهدين مرحبا سي قوبعة مرحبا يا حواري نبوك تحكي لنا على حركة الجهاد في المنطقة والله توا كل حاجة واضحة قدامك ما عاش فيه الجهاد معروف هنا واللي كرص معروف هنا وهالمنطقة اللي تحق فيها قدامك ما فيها واحد جاهد أنفيت ما جدي قوب على قبج لولي هذاك وبها اللي جاء الراديو باش يعرف العرب ما اللي جاهد وما اللي كرس يا سعد أنا الحجاج الفوقي هف كان وين ما طيح المطار الريد كان تحرثوه كل الحجاج الفوقي مش لنا همندي والله كذا وين راح النهارات وهم يطعوا من هل وجدي يجيه من هل بشواش يا سي قوبعة بشواش ويسم نهار اسود في هذاك الهلك كف 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 نهارات كسرت هالميكروفونات يا راجل وحتى الميكروفونات معها كف كف يا مندعي يا مندعي كانك ايش فيه تعال بحث قوبعة فاش يخرط وفاش يخرط هبيل المنطقة الحقني ورائي هيس تو طاف تو تري تو اي تو هات الهمدي جردين والله خلي هذه حذاك يا ابو سلمين هذه تبي لها نهار طويل يا مبروك طفي هالخارب اللي مليان كذب الكذب تحت منك هذا جهاد مش لعب تو انت ايش عرفك للجهاد يا قوبعة على الهبل لا تعرف انت يا الدلع تعال لي جه جاي هاو 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 هاو